الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمدًا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واتقوا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. العفو عند المقدرة شعار الصالحين النبهاء، وخلق الكرام الأوفياء، له عند الله منزلة ومحمدة، وفي ألسن الناس شكر، وفي قلوبهم مسعدة. قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العفو عن الناس صد عن النفس الداعية للانتقام، وطرد لوساوس الصادين عن الوئام. العفو عن الناس ليس دليل ضعف ولا مهانة، بل أمارة قوة وديانة. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: من شتمني في أذن واعتذر إلي في أخرى قبلت عذره. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت قلبي من هم العداوات. دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة يوم الفتح، وكان قد خرج منها قبل بضع سنوات شريدا طريدا وحيدا فريدا، والمشركون تشرب أعناقهم إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يدرون كيف سينتقم منهم. فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما اجتمع يوسف عليه السلام بإخوته وقد فعلوا به ما فعلوا في صغره، وقد دخلوا عليه وهو في أبهة الوزارة والجاه، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولما تكلم المنافقون في عرض المبرأة من فوق سبع سماوات الصادقة بنت الصديق رضي الله عنهما، ثم أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، وكان من جملة من تكلم في عرضها بعض الصحابة غفلة وجهلا، ومنهم مصطح بن أثاثة قريب لها، وكان أبوها أبو بكر قد أقسم أن يقطع عنه النفقة. فلما أنزل الله براءتها من فوق سبع أرقعة كان من جملة ما قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنهم: بلى والله أحب. فأجرى النفقة على سابق عهده وكفر عن يمينه رضي الله عنه وأرضاه. عباد الله، كم استعبر العفو من عيون وأجدل من قلوب، ورفعت به من بلاءات وجبت من كروب. كم لملم الله على يديه أسرا مفرقة، وجعله بلسما لقلوب محرقة. كم لسان له بالخير قد دعا، وقلب لمعروفه قد حفظ ووعى. فيا الله، ما أعظمها من غنيمة باردة، وعلى صاحبها بالخير عائدة. رب كلمة تخرج من لسان توافق نداوة من الرحمن، ومنزلة عالية في الجنان. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كظم غيظًا وهو قادرٌ على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. تسامح النفس معنًا من مروءتها، بل المروءة في أسمى معانيها. تخلق الصفحة في تخلق الصفحة تسعد في الحياة به، فالنفس يسعدها
خلق ويشقيها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فإن العفو اسم من أسماء الله، فالله عز وجل عفو غفور، يكفر عن عبده إلا التائب ما أراد سبحانه وتعالى بمنه وفضله، تحبب لعباده وهو الغني عنهم، فنادى المذنبين الذين وقعوا في شرك الذنوب والمعاصي قائلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال: قل يا عبادي، وهم مذنبون، لكنه نسبه إليهم تحببا وتوددا سبحانه، الذين أسرفوا على أنفسهم، فلم يقع منهم ذنب ولا ذنبان، لكنهم أسرفوا على أنفسهم بالشرك والذنوب والمعاصي. لا تقنطوا من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو أتى العبد ربه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لآتاه الله بمثلها مغفرة. فالله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، يتوب عمن تاب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من التائبين المستغفرين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تلطف بالمسلمين المستضعفين على كل حال، وأن تبلغهم من الفرج والخير والنصر منتهى الآمال. وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وارزقهم البر والتقوى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.